استدعى الأردن السفير الإسرائيلي في عمان إلى مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لنقل رسالة احتجاج بشأن إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم. وأكدت مذكرة الاحتجاج على وجوب امتثال إسرائيل بالالتزامات وفقا للقانون الدولي المتعلق بمدينة القدس المحتلة ومقدساتها بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، كما حذرت من أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تنذر بمزيد من التصعيد وتمثل اتجاها خطيرا يجب العمل على وقفه فورا. واستنكرت لجنة فلسطين النيابية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت اللجنة الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمه لكل حقوق الشعب الفلسطيني. وأكد رئيس لجنة فلسطين فايز بصبوص بأن الأردن لن يقف مكتوف الأيدي أمام الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة الأقصى الشريف، وأن ما حدث اليوم من اقتحامات هي تعد صارخ على الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات واستهداف للأردن وفلسطين وجودا وهوية. نحن كمجلس نواب وكشعب أردني سوف يكون الرد حاسما وحازما كما قال جلالة الملك، وهذا تحدي وتجاوز للخطوط الحمر التي قال عنها جلالة الملك في لقائه، ونحن كأردنيين سنقف صفا واحد ونتضامن مع إخواننا في الكل الفلسطيني وفي كافة أنحاء فلسطين وتحديدا في الأقصى الشريف وفي القدس أيضا. هذا تعدي صارخ على الوصاية الهاشمية، ولن يقف الأردن مكتوف الأيدي، ولدينا مواجهة سوف تكون بحجم هذا التصعيد من هذا الكيان الغاشم من هذه الحكومة اليمينية التي تستهدف الأردن وفلسطين وجودا وهوية. وفي إطار ردود الفعل على التحركات الإسرائيلية ضد القدس والمقدسات عربيا ودوليا، أدانت كل من مصر وقطر والسعودية والإمارات والكويت اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، داعين إلى وقف الانتهاكات بشكل فوري ومحذرين من مغبة التصعيد وانعكاساته الخطيرة على حل الدولتين. من جهتها الولايات المتحدة وعلى لسان سفيرها في إسرائيل أوضحت أن البيت الأبيض يعارض أي خطوات قد تضر بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة، فيما اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن أي تحرك أحادي يقوض الوضع القائم للمقدسات في القدس. وفي الداخل الفلسطيني قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينا إن اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك هو تحدي للشعب الفلسطيني وللأمة العربية والمجتمع الدولي، محذرا من استمرار الاستفزازات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية مما يؤدي إلى مزيد من التوتر والعنف وتفجير الأوضاع. هذا الاستفزاز الإسرائيلي الدائم والمستمر وهذه الوعود الأمريكية التي تتحدث عن أنها مع حل الدولتين كلها لم تعطي أي نتيجة. هنالك مواقف فلسطينية واضحة، القدس خط أحمر، قطعنا الإدارات الأمريكية السابقة عندما اعتدت على القدس خصوصا أثناء حكم ترامب، والمقدسات هي أكبر الخطوط الحمر لدى الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني لن يرضى بتمرير هذه الجرائم اليومية من اقتحامات للأقصى، وكانت الاقتحامات تتم على يد المستوطنين، الآن تتم على يد الحكومة الإسرائيلية. هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تستفز الشعب الفلسطيني والأمة العربية والعالم، وتتحدى حتى الإدارة الأمريكية التي تتحدث عن حل الدولتين وعن الإجراءات أحادية الجانب. على أي حال هذا العمل مدان ومرفوض ولن تقبل به السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة فلسطين، ولدينا قرارات المجلس المركزي على الطاولة والتوجهات الدولية على الطاولة، وستستمر دولة فلسطين في السعي إلى كل المحافل الدولية لتعرية هذه المواقف. من جهته رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية قال إن اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك يشكل تحديا خطيرا،
ودعا شتيه كل من أحبط مؤامرة البوابات لمواصلة التصدي لمثل هذه الاقتحامات التي تستهدف جعل المسجد الأقصى معبدا يهوديا، مما يشكل انتهاكا لكل الأعراف وتعهدات إسرائيل للرئيس الأمريكي. إن اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم يشكل تحدي خطير لمشاعر جميع أبناء الشعب الفلسطيني، وعليه ندعو أبناء شعبنا الذين أحبطوا مؤامرة البوابات إلى التصدي لمثل هذه الاقتحامات التي تستهدف جعل المسجد الأقصى معبدا يهوديا، وهذا انتهاك لكل الأعراف والقيم والاتفاقيات والقوانين الدولية وتعهدات إسرائيل للرئيس الأمريكي. أما المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم فقد قال إن اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير لباحات المسجد الأقصى يؤدي إلى تفجير الوضع ويفتح الباب أمام تصعيد حقيقي. جريمة اقتحام الوزير المطرف بن جفير لباحات المسجد الأقصى صباح اليوم هو استمرار لسلوك الاحتلال العدواني على المسجد الأقصى والحرب المفتوحة على هويته العربية الفلسطينية الإسلامية. هذا سلوك استفزازي يزيد من حالة التوتر ويقرب الأمور من انفجار كبير ويفتح الباب واسعا أمام تصعيد حقيقي. شعبنا الفلسطيني والمقاومة حاضر للدفاع عن هوية هذا المسجد وعن عروبة مدينة القدس. من قطاع غزة أرحب بمراسل المملكة باسل العطار، أهلا ومرحبا بك معنا باسل. نتحدث عن ردود الفعل سواء على المستوى الشعبي أو حتى على المستوى السياسي، وكيف يمكن قراءة هذه الاقتحامات، أول اقتحامات لبن غفير، بناء على ردود الفعل الواردة لديك؟ نعم عبدالله، نتحدث عن إدانات متتالية صدرت عن الفصائل الفلسطينية منذ ساعات الصباح، أي بعد دقائق قليلة من إعلان اقتحام بن كفير لساحات المسجد الأقصى المبارك. البيانات كانت متتالية، حركة حماس أدانت هذه العمل الاقتحام وقالت أن هذا الاقتحام يمهد لحرب دينية في المنطقة، وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الاقتحام. حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي بها أحمد المدلل وهو عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي قال أن هذا الاقتحام لن يمر دون أن يوضح كيفية تعامل أو ما المقترح الآن الخطوات المقبلة للفصائل حول هذا الموضوع. هناك أيضا تصريح صدر عن حركة فتح التي دعت أبناء الشعب الفلسطيني للاستعداد للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. ساعات الظهيرة اليوم كان هناك اجتماع أيضا عاجل للفصائل الفلسطينية تم مناقشة الأمر، وكانت البيان الختامي للاجتماع يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية ما حدث وأن الفصائل في قطاع غزة لن تتأخر في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. على المستوى الشعبي كان هناك حالة غضب واضحة حتى عبر مواقع التواصل، كان هناك آراء متباينة صح التعبير، هناك من رأى ضرورة أن يكون هناك رد من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على هذه الخطوة الخطيرة بكافة المقاييس، وهناك من دعا إلى التأني ودراسة الأمر بشكل أكثر تدقيقا، خاصة وأن إسرائيل تحاول جر قطاع غزة إلى مثل هذه المواجهة لتخفيف الضغط عليها في الضفة الغربية، أو حتى بعد ما تقول المصادر الإسرائيلية أن إسرائيل مستعدة للهجوم على قطاع غزة. عبد الله، منذ ساعات مساء الأمس لم تتوقف طائرات الاستطلاع عن التحليق بشكل مكثف في سماء قطاع غزة. هذه الكثافة فقط تسبق عمليات عسكرية وفق التجارب السابقة. دائما إسرائيل إذا ما كثفت من طائرات أو وجود طائرات الاستطلاع في أجواء قطاع غزة، هذا يعني أن هناك محاولة إسرائيلية لإعداد ما تسمى ببنك الأهداف، وبالتالي استعداد إسرائيلي لشن هجوم على قطاع غزة. حتى أن وسائل الإعلام العبرية بدأت تتحدث عن رفع حالة الجاهزية في غلاف قطاع غزة، وأن هناك معلومات وصفت بالساخنة حول إمكانية إطلاق صواريخ هذه الليلة
من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف على أقل تقدير ردا على اقتحام بن كفير. حتى الآن الأمور ما زالت غير واضحة، هناك معطيات ربما تحكم رد الفصائل ما بين أن تكون الفصائل متمسكة بالمعادلة التي وضعتها منذ العام الماضي بعد عدوان عام 2021 وتأكيد الفصائل أن الأقصى خط أحمر وأن أي اقتحام له أو تدنيس له سيقابل برد من الفصائل الفلسطينية، وما بين الوضع الميداني في القطاع، هناك تأزم كبير للوضع الإنساني في قطاع غزة، وعمليات الإعمار ما زالت لم تبدأ بالشكل الكامل حتى لدى سكان المنازل التي دمرت خلال العدوان عام 2022 العام المنقضي. نعم. في شهر آب الماضي عندما شن الاحتلال عدوان على القطاع، وبالتالي كل ذلك يجعل بالفعل حسابات معقدة هنا الميدان، لكن وفق التجارب دائما ما نقول أن التوقعات تبقى منحصرة في الميدان وما يحكمه، وأي عمل صغير قد يؤدي إلى إشعال الأوضاع الميدانية في قطاع غزة. نعم، بناء على كل ما ذكرته باسل، نحن في انتظار تطورات الأوضاع كيف ستكون في الساعات القادمة والأيام القادمة، وبناء أيضا على ردود الفعل. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، مراسل المملكة من قطاع غزة كنت معنا باسل العطار، شكرا لك باسل. أرحب مباشرة بالمختص بالشأن الإسرائيلي السيد خليل شاهين من رام الله، أهلا ومرحبا بك معنا. سيد خليل، إلى أي مدى الآن يعي لربما نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الجديدة بأن هذا الاقتحام الذي قام به بن كفير قد وضعهم في مأزق، بناء على ردود الفعل الدولية والعربية أيضا على هذا الاقتحام؟ يعني إلى حد ما ردود الفعل التي صدرت حتى الآن من عدد من البلدان العربية ودول أجنبية بما في ذلك من الولايات المتحدة وبريطانيا، إضافة إلى استدعاء السفير الإسرائيلي في الأردن، كل ذلك يشير إلى أن هناك ردة فعل سريعة من العالم أساسها القلق من الخطوط العامة للحكومة الإسرائيلية، وكذلك من الاتفاقيات الائتلافية التفصيلية التي وقعها الليكود مع كل من مكونات هذه الحكومة، لا سيما مع الأحزاب الفاشية بقيادة بن كفير وسموتريش. وهذا الأمر يعني أن نتنياهو يدرك أنه في مأزق، ولكن أنا أعتقد أن الأهم بالنسبة لعدد من دول العالم وخاصة الولايات المتحدة هو الحفاظ على استقرار هذه الحكومة، فلا يبدو أن أحدا لا في إسرائيل ولا خارجها الآن على مستوى الدول الغربية يريد أن تذهب إسرائيل مرة أخرى إلى انتخابات جديدة. سيلعب نتنياهو بهذه الورقة وسيعتبرها فزاعة لإخافة العالم بأن لإعطائه مزيدا من الوقت لتهدئة الأكثر تطرفا في حكومته من أمثال بن كفير خلال الفترة القادمة، محاولة ضبط سلوكه. ولكن في واقع الحال أنا لا أعتقد أن أي إجراءات بحدها الأدنى يمكن أن يتخذها نتنياهو لضبط إيقاع شخصيات مثل إيثمار وسموتريك سوف تؤدي إلى تهدئة الأمور. كيف يمكن قراءة موقف المعارضة الإسرائيلية سيد خليل عندما تحدثت بأن هذا الاقتحام وضع إسرائيل في مواجهة نصف العالم؟ هذه التصريحات أيضا كانت للبيت بأنه عندما قال بأنه من أجل 13 دقيقة قضاها بن كفير في الأقصى من خلال الاقتحام، الآن الحكومة تواجه نصف العالم، وبالتالي هذا الانشقاق أو هذه الحالة من الصراع ما بين الدين وما بين أيضا الدولة في إسرائيل، هل سيؤدي إلى الشرخ في المجتمع الإسرائيلي؟ يعني هذا ليس أول اقتحام يقوم به مسؤول إسرائيلي بوزن يعني وزير للمسجد الأقصى المبارك، وليس الوحيد حتى ما بعد الاقتحام الشهير لشارون والذي أدى إلى اندلاع انتفاضة في الأراضي الفلسطينية. هناك يعني شخصيات سياسية من ضمنهم يعني أوري أرييل الذي كان وزيرا للزراعة واقتحم أيضا المسجد الأقصى. الجديد في الموضوع أن هذه السياسة هي سياسة رسمية أي تتبناها حكومة نتنياهو، ولا يستطيع نتنياهو أن يتنصل منها. ما يقوله نتنياهو أنه لا يريد ضوضاء ولا يريد إزعاج، وهذا جوهر التفاهم الذي حدث بينه وبين إيتمار بن كفير مساء أمس عندما لم يعترض على اقتحامه للمسجد الأقصى، ولكنه لا يريد إثارة هذه الجلبة كلها وأن يحضر معه يعني تعزيزات شروطية وكذلك الإعلام ليصوروه وهو يقوم بهذه الخطوات الاستفزازية. لكن من حيث الجوهر نتنياهو يتبنى هذه السياسة وهو أقرها وأعلنها بشكل
يعني واضح، إضافة إلى خطوات أخرى من قبيل تعميق الاستيطان، شرعة البؤر الاستيطانية، وكل هذه السياسات يفترض أن الدول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة تعترض عليها. لكن أنا لا أعتقد أن الأمر سيصل إلى حد اتخاذ إجراءات رادعة يعني بحق إسرائيل. التصويت الأخير في الجمعية العامة لإحالة سؤالين متعلقين بطابع الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية بما في يعني وخاصة بشأن الدول التي اعترضت وعددها يعني 26 دولة إضافة لعدد الكبير من الدول التي امتنعت عن التصويت، يشير إلى أن ميزان القوى على المستوى الدولي لا يزال لا يلعب لصالح الجانب الفلسطيني، بل يميل نعم. لصالح التغطية على نعم. إسرائيل، وأن سياسة المعايير المزدوجة سوف تبقى قائمة لفترة قادمة. الأساس في هذا في القراءة للموقف وحدود الرد الفعل الآن للحكومة الإسرائيلية كيف ستكون؟ يعني البعض يتحدث بأن ما يقوم به بن غفير هو يشتت الانتباه أو يشتت نتنياهو في التعاطي مع القضية الأهم، لربما تحديدا بعد تحديد الموازنة الأخيرة لمواجهة إيران، وبالتالي أيضا هناك المقاومة الفلسطينية الموجودة على الأرض، وهذه التحركات لربما مراسلنا أيضا في قطاع غزة أشار إلى تحليق مكثف للطيران، وهو عادة ما يتحدث بأن هذا التحليق مرتبط بعملية عسكرية. ما القراءة التي يمكن أن نتحدث عنها في الخطوة القادمة لحكومة الاحتلال باتجاه فلسطين تحديدا؟ يعني هناك أكثر من ذلك، هناك تعليمات صدرت إلى قيادة الفرقة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية لتبقى على أهبة الاستعداد خشية من تصعيد أيضا في الضفة الغربية. هذه الاستفزازات لا يمكن أن تمر مرور الكرام في الأراضي الفلسطينية. شهدنا قبل ذلك معركة البوابات، معركة أيضا يعني الدفاع عن المسجد الأقصى في العام الماضي، وهذه كلها أدت إلى مواجهة مع قطاع غزة. صحيح أن الفصائل الفلسطينية وفق البيان الذي صدر عنها في قطاع غزة اليوم ليست راغبة بالذهاب إلى تصعيد عسكري واسع ينطلق من قطاع غزة، ولكنها أيضا تدعم توسيع نطاق المقاومة في الضفة الغربية، وهناك ديناميكية من التصعيد لا أحد يمكن أن يسيطر عليها إذا ما استمر أمثال بن غفير في هذه الاستفزازات. قبل قليل كانت هناك أيضا مسيرة استفزازية للمستوطنين في داخل أزقة البلدة القديمة عند باب حطة، وهو الأمر الذي يعني بأن المستوطنين الآن أصبحوا هم الطرف الذي يحكم. السياسة الرسمية هي سياسة المستوطنين وغلاة المستوطنين في الضفة الغربية. هؤلاء لم يعودوا على الهامش، هؤلاء أصبحوا يوجهون السياسة الإسرائيلية. نعم. وبالمناسبة أنا لا أستطيع يعني أن أتخيل أن نتنياهو يمكن أن يضعف كثيرا أمامهم، لا سيما أنه يدرك بأن الاتفاقات التي وقعت ضمنها القوانين التي سوف تقر خلال الأسابيع القادمة يجب أن تمر، لأنها مرتبطة بالموازنة، وعدم إقرار الموازنة بعد شهرين سيؤدي إلى إسقاط حكومته، هو آخر ما يريده نتنياهو. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا المختص بالشأن الإسرائيلي السيد خليل شاهين من رام الله، شكرا لك.